متسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا لآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي الطلبة، هذا الجزء الثالث من درس التقوى وحسن الخلق. سنبدأ بالتهيئة حتى نربط الدرس الحالي بالدرس السابق. السؤال الأول: أعرف التقوى واذكر قول ابن مسعود في تعريفه للتقوى. التقوى هو فعل الواجبات وترك المحرمات واجتناب الشبهات في السر والعلن. وعرفه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. السؤال الثاني: للتقوى أهمية كبيرة في حياة المسلم، أذكر اثنين منها. أولا: التقوى وصية الله للأولين والآخرين. ثانيا: التقوى خير لباس للمسلم. للتقوى ثمرات في الدنيا والآخرة، أذكر اثنتين من هذه الثمرات. من هذه الثمرات: محبة الله تعالى، ثانيا معية الله تعالى، ثالثا الفوز بالجنة. عزيزي الطالب، سنتناول في هذا الجزء الأهداف الآتية: نبين ما يفعله المسلم لمحو الذنوب في الوصية الأولى، ونعرف حسن الخلق، ونعدد فضائل حسن الخلق في الوصية الثانية، ثم أخيرا الدروس المستفادة من هذا الحديث. إذن الهدف الأول: نبين ما يفعله المسلم لمحو الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السؤال وهو: ما الرابط بين الوصية الثانية في الحديث وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؟ الجواب: قد يترك العبد بعض المأمورات أو يرتكب بعض المحظورات، فأمره الرسول الكريم في الحديث والله تعالى في الآية بمحو هذه السيئة وأن يتبعها بالحسنة. ما المراد بالسيئة التي تمحوها الحسنة وما شرطها؟ هي الذنوب الصغائر، فتكفر بشرط عدم الإصرار على فعلها وبترك الكبائر. افتح الكتاب على صفحة 39 واستنتج من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. استنتج مكفرات صغائر الذنوب من الحديث الشريف. مكفرات صغائر الذنوب في الحديث هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة
وصيام رمضان بشرط اجتناب الكبائر. عرف حسن الخلق وعدد فضائله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. علل إفراد الخلق الحسن بالذكر في الحديث، وهو من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. الجواب للحاجة إلى بيانه. بما عرف عبد الله بن المبارك رحمه الله حسن الخلق، عرفه قائلا: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. من فضائل حسن الخلق، استنتج فضائل حسن الخلق من الأحاديث الواردة في الجدول الآتي. أمامك الأحاديث النبوية، واستنتج من كل حديث فضيلة لحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يستنتج من الحديث أن حسن الخلق دليل كمال الإيمان. الحديث الثاني: إن المؤمن ليدرك بخلقه درجة الصائم القائم. استنتج من الحديث أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الحديث الثالث: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. الفضيلة المستخلصة من الحديث: أفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. الحديث الرابع: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. الفضيلة المستخلصة: سبب لدخول الجنة أي حسن الخلق. الحديث الخامس: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحسنكم خلقا. نستنتج من الحديث فضيلة أن أحب الناس وأقربهم مجلسا من النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في الجنة هو من حسن خلقه. افتح الكتاب على صفحة 40 واقرأ معي فقرة أتوقع. ما الفوائد التي يمكن أن تعود على كل من الفرد والمجتمع حال انتشار حسن الخلق؟ أتوقع ما يلي: الاحترام والتقدير المتبادل بين الناس، كما أتوقع التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع. الدروس المستفادة من الحديث الشريف: هناك دروس كثيرة يمكن أن نستخلصها ونستنتجها من هذا الحديث. من بين هذه الدروس: أولا، الحرص على تأدية الحقوق الثلاث: حق الله وحق النفس وحق الناس.
ثانيا وجوب تقوى الله في كل مكان وزمان. ثالثا رحمة الله بعباده في تكفير سيئاتهم. ورابعا وجوب التعامل مع الناس بحسن الخلق. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. أسأل الله تعالى أطبق الحديث. بعد دراستي لهذا الموضوع قررت أن أقوم بما يأتي. إذا وقعت في معصية أو تفريط في واجب أتبعه بفعل طاعة. ثانيا أتعامل مع جميع الناس بأخلاق حسنة. وثالثا أتق الله في كل مكان وزمان وحال. عزيزي الطالب بهذه الفقرة أكون قد أنهينا درسنا، ونسأل الله تعالى لكم السداد والتوفيق، وإلى درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.